الرخصه لسكون المعطيات سجلتي 600 بشكل يعني كبير جدا بطابع مركب وعابر ليس فقط على المستوى الوطني، هو يفرض علينا تحديات غير مسبوقه في مجال حمايه حقوق الانسان بشكل عام، خاصه في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. طبعا حيث تشرفت برفع التقرير السنوي لجلالة الملك، وكذلك قدمته لرئيس الحكومة ورئيس مجلس البرلمان، إلى جانب أنه كذلك سينشر بالجريدة الرسمية وعلى موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأعتبر كذلك هذه اللحظة اختصارا لهذا التقرير مع الرأي العام، علاقا من الرابع ضمن هذه الولاية منذ 2019 بخصوص التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2022. عنوننا هذا التقرير بإعادة ترتيب أولويات لتعزيز حقوق وفعلية الحقوق. هذا التقرير نقول يتمحور حول 4 محاور رئيسية. أولا ما بعد الجائحة وتأثير ما بعد الجائحة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالأساس الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية والشغل. ثاني حاجة هي التغيرات المناخية والإجهاد المائي الذي عشناه سنة 2022. ثالث حاجة هو امتداد الفضاء ديال الحريات العامة من الفضاء الواقعي بشكل متصاعد منذ سنوات، ونحن نسجل هذا الموضوع من فضاء واقعي إلى فضاء الافتراضي، حيث سجلنا خلال سنة 2022 أن أكثر من 12,000 تظاهرة تمت بالشارع العمومي، وبأن اليوم هناك أكثر من 259,000 جمعية غير حكومية فوق كل التراب ديال المملكة تشتغل في كل المواضيع والإشكاليات. طبعا الحال هناك كذلك موضوع ديال التضخم الذي أثر بشكل كبير على اليوم على المعيش اليومي ديال المواطنين، الذي هو ممتد ما بين التأثيرات الدولية، لكن كذلك هنا التدبير الوطني، وهناك عدد من التوصيات بهذا الخصوص. طبيعة الحال هناك كذلك تفاعل المجلس بخصوص على المستوى الدولي في تفاعله مع اللجنة الدولية لقضاء التمييز، كل أشكال التمييز ضد المرأة، خلال تقديم التقرير الحكومي والتي أوصت ب 51 والتي قدمت 51 توصية، وكذلك الاستعراض الدولي الشامل اللي قدم 306 توصية. هذين اللي نقولوا الآليتين ديال التقييم ديال حالة حقوق الإنسان ديال المرأة أو للحقوق الإنسان توصياتها في مجملها تتقاطع بشكل كبير مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. طبعا الحالة التقرير كيقدم 249 توصية موضوعاتية و41 توصية مهيكلة عامة، نتمنى أن تتفاعل مع الحكومة بشكل كبير والبرلمان المغربي كذلك. طبعا الحال لا ننسى بأن هناك اليوم خلال سنة 2022 سجلنا نقول تفاعل إيجابي من طرف النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان في الحالات التي يقدمها المجلس ديال انتهاكات حقوق الإنسان. فهذه الحالات بالنسبة لنا هذا التعامل ديال النظام أو التفاعل ديال النظام الوطني لحقوق الإنسان هو إيجابي جدا. قدمنا كذلك بعدد من التوصيات لتعزيزه، لتبقى هناك نظام وطني هدفه حماية الحقوق والحريات لفتياته، لنسائه ولرجاله. طبيعة الحال هناك كذلك خلال هذا الرصد ديال هذه السنة هناك كذلك إشكاليات ذات طبيعة تشريعية اللي هي مرتبطة بالقوانين التي نقول تنظم أو لا تدبر أو لا تجيب على على احترام وضمان الحريات. قانون الجنائي، القانون ديال المسطرة الجنائية، قانون مدونة الأسرة، والقانون ومدونة المسطرة المدنية. هذه قوانين نعتبرها ذات أهمية في التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي وفي إطار الإشكاليات التي تتطلب مقتضيات دقيقة لهذا الموضوع. فنتمنى أن تتعامل معنا وتتفاعل معنا الحكومة والبرلمان بخصوص هذه التوصيات.